إذا بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية طيبة لكل من يتابع قناة ناصر تيفي من داخل ومن خارج الوطن. بعد ما درنا لكم فيديو كان خاص بالكباش، الآن ندير لكم فيديو خاص بالماعز، وبالمناسبة متواجدين بسوق خروبة ليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023. وهذا الفيديو قلت لكم راح يكون خاص إلا بالماعز مع خونا، جابنا مجموعة من الماعز. أنا مخلطة هنا يذكر وأنت ياك الله يبارك. شحال يروحوا جملة هكذا كومبلي؟ الواحد سمتو هو رخيص فيهم كامل شحال؟ زوج ملايين، والغالي كاع 4 ملايين، يعني من زوج ملايين 4 ملايين الله يبارك. هادو ما تاوعنا يا اخي، وكاين هذا كروازي هذاك لا ودني طوال، كاين فيهم كروازي سوري، الكروازي السوري الله يبارك. هكذا يعني السوق ماهوش معمر بزاف الخاص بالماعز، ندير لكم حاجه خفيفه فقط، هذا ما كانوش كاين في السوق. شيخ الله يعاونك بارك الله فيك يعطيك الصحه. عندنا كذلك هذه هي المعيزه، شوف الله يبارك، راهي ترونكيل وراهي دافعه الله يبارك، شوف ما شاء الله. هذه مازال ما سوناش فيها. اذا مع خويا اللي هنايا كذلك جاب لنا زوج معزات، هادو في تكر ولا في انت؟ انت في زوج الله يبارك. واش هاسمو فيهم؟ مازال ما سموش. واش هادي الاخوان في فري؟ واش هاسمو باب البارح؟ واش هاسموك البارح هادوما؟ ها؟ ضروري 25 ماشي مشكل. حاطنا كذلك ثلاثة هادو. إذا مع أخي كذلك شوفوا جابنا الجدية هذه صغيرة. مازال جديد يا اخي الله يبارك، وسامونا بجوج ملايين. البي راهي بعيدة ولا غير تم الدور؟ هاي غير تما فقط. هذا باكا خلاص نصورو نخلص. إذا ماشي مشكل نصورو، معليش نوما نصورو. ها نطلعو معليش. إذا مع خونا جاب لنا زوج معزات وقال سامونا شحال؟ 46 46 في زوج خونا لهنايا في سوق خروبة الله يبارك. نتمنى اصحاب المعيز يعاودوا يرفروني باسكو يعني ما فين ناس في خروبه يجيبوا لنا ماعز ما شاء الله، ولكن تالمون كيغلق بزاف ولا الناس لا تروماتيزي باش تدخل، ولكن ان شاء الله يرفرونا. اذا زوروا سوق خروبه. اذا اخونا كذلك شافوا جاب لنا المعيزه هذه وقال لكم سامونا في 26 شويه با. شحال سنتها العمر هذه؟ شحال تكون العمر هذه؟ 40 بالنسبة لها دافعة، قال لكم والله ما على بالي لا دافعة ولا لا. وشوفوا خونا هذايا باش يبيعوا راح ستيكات دا الحفاب، شوفوا خدم له الشوشة ديالو بيان كوم يلفو، دار له كوبا شابة، دار له كوبا شابة وجابوه للسوق، ولكن قال لكم هذا العتروس راه داير فينا حالة، كلنا كاع الشجر يا خويا. على بالكم بلي يعني المعيز يتسلقوا يا خويا، صافي نحلنا كاع الشجر يا خويا. ودوكا راه ولا حق شحال؟ 23 والبيت عاود شحال يراه؟ هو مازال جيت ثلاثة، جيت ثلاثة هكذاك إن شاء الله يا خويا. إذا هو وليد وجاب لنا معيزة صغيرة يا خويا، الله شحال في عمرك أنت؟ 12 سنة الله يبارك. شوفوا جاب لنا معزة صغيرة، هذه وين جبتها؟ ها؟ واش حبيت بها دوكا مسكينة؟ كرهت منها؟ صح معليش، المهم قال لكم سوني ب 800000 ويبيعها بمليون. هذه هي ليدو هذيك صح. اذا كذلك مع الاخ لهنايا جاب لنا مجموعه من الماعز، وهذوما جديات صغار ماشي ولادها. لا لا يا اخي اه الله واش هذا خوش ديات هكذا صغار؟ 25 جمله كيما راهم كاع. خمسة جوج ملايين ونص اكو تسمعوا في اربعة سامونا بزوج ملايين ونص، يعني واحد نقولوا 750 وحدة هكذاك 600 وشي هكذاك الوحدة. وهذه الكبيرة شحال سوات؟ 22 دارت فاند الله يبارك. خويا العزيز اذا عندنا المعيزه هذه ما هربت خلاص، كرهت من البلاد هذه حبت تقلع، قلت لهم هربت هربت لنا هذه صور. اه هاي ليك شوف الله يبارك. صورني انا شوف وين باين نصورك خويا العزيز ماشي مشكل. اذا اخويا شرالاتاي راهو يستخلوها ناس بحربي في سوق خروبه
بيان سير لاتاي مليحه مع صباح ربي يا خويا صافي بليزير. هذه شحال سمونا قالكم البي ام بي حتى 800 هكذا 800000 وهذه هي هذه 3 ملايين هذه 3 ملايين الله يبارك كذلك كما قال لكم الاخ مازال ما سموناش هكذا مازال ما سموناش عندنا هنايا شغل ثلاث معزات مع ولادهم ولا في ثلاث عتارس في ثلاث عتارس كما قلت الله يبارك خونا بارك الله فيك يعطيك الصحة سي جونتي. إذا بسم الله ما شاء الله كذلك مع خونا اللي هنايا جاب لنا مجموعة من الماعز الله يبارك هنا كاين الله راس حبيبي واش كاين الله راس عطاو له زوج ملايين جمله بيان سير والاقل والله يجيب راس المال 56 جمله هكذا اخي خونا 52 جمله قال لكم 52 جمله الله يبارك يعني زوج ملايين و50 الف شوفوا الله يبارك ما شاء الله خريف هذا يا اخي خرب الله يبارك باعت واحد باع واحد فقط ان شاء الله انسان يديهم يربيهم ما شاء الله في السواج الله بارك الله فيك خويا العزيز يعطيك الصحه دائما حي ومتتبعي قناه ناصر تي في. اذا ساهموا لكم جمله زوج ملايين و50 الف ويليغوسي مع شيد ان شاء الله خاوتي يديهم هكذا. اذا نزيدو نكملو نشوفو مع المصغر لهنايا شوفو واش جاب لنا المصغر هدايا وليدو وجبت لنا ها جديان الله يبارك شحال راك تبيع فيهم؟ عطونا 800 في زوج شحال تبيعهم ان شاء الله نتايا؟ مليون مليون الله يبارك يعني 5000 دينار للوحده الله يبارك ما شاء الله ندوز عند خويا لهنايا شوفوا واش راه يدير ما شاء الله جديان صغار يعني صراحه الماعز يعجبوني بزاف شوفوا الله يبارك عندنا هادوما ما معتهم كما قال لكم هادوما يعني ولادهم هادوما مش حاشوا هكذا جمله ولا بالوحده 17 نعم 17100 الوحده 17100 الوحده بوليدها يا اخي الله يبارك بوليدها مليون و700 فقط الله يبارك هنايا في سوق الماعز الله يبارك عندنا كذلك شوفوا هذا الصغير الله يبارك شيخ صافا شويه لاباس بارك الله فيك يعطيك الصحه نزيدو نكملو ونشوفو واش كاين في الماعز. اذا مع خوتي لهنايا كذلك جابوا لنا معيزه مع زوج ولاد هكذا واش عندها جدي وجديه؟ زوج سكور الله يبارك ما شاء الله هذه يعني كما يقولوا حنايا تاع البلاد هكذا الله يبارك واش حال دارت سوم هكذا؟ مانيش عارف الشيخ سومي مشى برا هكذا واش هي الاخوه في بريزا ما عندكش كاع 45 45 يعني كما قال لكم 45 هذه هي عربيه فري ما كاش باش نطلع فيك هذه الله يبارك خوتي ربي يقدركم يعطيكم الصحه نزيدو نكملو نشوفو واش كاين في الماعز. اذا مع خويا لهنايا كذلك جاب لنا زوج معزات هذوما هذايا قال لكم ساوموني ب 12 راه قبيح يا خويا ما شحال بغا يحني لي نتوشيه وهذه شحال منا؟ هذا 6 ونص يعني 6500 دينار ريتلا ونص قال لكم ريتلا ونص الحليب الله يبارك يعطيك الصحه سي جونتي مون فير بارك الله فيك ويعطيك الصحه. اذا نقول لكم تهلاو في رواحكم دائما قناه ناصر تي في تحييكم سلام.